السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أساتذتي الأفاضل، زمايلي الأعزاء، أهلا بكم مرة تانية مع حضراتكم دكتور عمرو شحاتة، مدرس أمراض النساء جامعة أسوان. إن شاء الله عز وجل هتكلم معاكم المرة دي عن برضه حاجة تبع الفيتال ميديسن، بس هنسميها إمبريولوجيكال ميديسن، اسمها البري إمبلانتيشن جينيتيك تيستنج أو البي جي تي. انا كلمت حضراتكم المره اللي فاتت عن حاجه اسمها ان اي بي تي، اللي هو نون انفيسيف بري نيتال تيستنج. يعني هما الاثنين تقريبا متقاربين، لكن احنا بالنسبه لنا في البي جي تي او في الامبريولوجي، بيبقى عندنا دايجنوزس بيفور امبلانتيشن، لكن التاني افتر امبلانتيشن اللي هو البري نيتال دايجنوزس. البري نيتال دايجنوزس بيبقى عندك فيتس، البري امبلانتيشن جينيتيك تيستنج اللي بيبقى لسه الامبريو. البي جي تي بروسيدور بتحتاج انها تتعمل في حالات الاي في اف او الاسيست ريبرودكتيف تكنولوجي بروسيدورز، وبيبقى محتاج معاك جينيتيك تيستنج تيم. مورفولوجيكال ايفالويشن ريمينز ذا جولد ستاندرد اند موست كومنلي يوزد ميثود فور امبريو سيلكشن. Transfer of good morphology embryos not always means good quality embryos. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ احنا بنعتمد دايما في نقل الاجنه بالنسبه لنا في مراكز الاي في اف على المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن، ايا كان دي 3 اوردر او دي 5 embryo transfer. في دي 3 بنعتمد على جريد 1 2 3 حسب الفريجمنتيشن، او حسب النمبر اوف سيلز، او حسب الشيب اوف ذا سيلز او بلاستوميرز. يعني في الدي 5 بنعتمد على تقسيمه معينه، بيبقى A و AB، بيبقى بالنسبة لنا البرسي مثلا التروفوك ديرم حاجة والإنر ثلمس حاجة تانية. الصورة اللي قدام حضراتكم دي مراحل تكوين الجنين. أول حاجة بيبقى الشكل الأولاني ده الـ M2، بتبقى fertilized، بتبقى 2PN، بعدين بيبقى 2 cell stage 4 cell stage، لغاية نوصل الـ 8 cell دي اللي هي مرحلة الكليفج ستيج، بعدين بيبقى موريلا، بعدين بيبدا يبقى بلاست ينزل ناحيه اليوتراين كافيتي اللي هو بيبدا يحصل فيه الامبلانتيشن. الديفرنسز بتوين البري نيتال دايجنوزس اند البري بي جي دي او البري امبلانتيشن جينيتيك تيستنج، هما الاثنين جينيتيك دايجنوزس، لكن البي ان دي ده بيبقى ديورنج بريجنسي، البي جي دي بيبقى بيفور بريجنسي. البي ان دي ده مشكلته انك لو هتعمل ترمينيشن بريجنسي هتعمله ديورنج بريجنسي ولما يبقى الفيتس افكتد. البي جي دي لو البي لو الامبريو افكتد حضرتك مش هتقدر تنقله، لو هو ان افكتد هتقدر تنقله في الاي في اف سايكل. يبقى لازم يبقى في اي في اف سايكل موجوده امبريو نوت افكتد عشان تقدر تنقله. التايبس، في عندنا تو تايبس، في نون انفيسيف بي جي تي وفي انفيسيف اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. نون انفيسيف هيبقى ليه محاضره. الانفيسيف بي جي تي او الانفيسيف برينيتال Pre-implantation genetic. الأوفرفيو بالنسبة لنا هنتكلم عن definition, ethical considerations, the hypothesis, historical view، هنتكلم عن types, عن indications, عن techniques, عن safety of the technique, عن limitations, على recommendations. Overview. إيه هو الـ BGT؟ في الأول كنا بنسميه الـ BGD، وهو an early form of the prenatal genetic diagnosis. هو عبارة عن test performed to analyze DNA from oocytes of or embryos for holotyping or for determining genetic abnormalities، وده بيشتمل على حاجة اسمها BGTA اللي هي pre-implantation genetic testing for aneuploidy، BGTM اللي هو pre-implantation genetic testing for monogenic or single gene disorder، BGTSR اللي هو pre-implantation genetic testing for chromosomal structure rearrangement. ببساطة شديدة جدا احنا في الاول البي جي تي ده عبارة عن ايه؟ عندنا اوسايت في الاول، دي ممكن ناخد منها الفيرست بولر بادي او الفيرست والسكند بولر بادي. عندنا بعدها كليفج ستيج بناخد منه خلية او خليتين، عندنا بعدها البلاست سيست بناخد منه من 5 لـ 10 سنة، بعدين بنعملهم جينيتيك اناليسيس بأي تكنيك من دول اللي هو البي سي ار او الفيش تكنولوجي او جين اري او لين جي اس. بعدين لو الجين ده not affected بننقله ويدينا ان شاء الله healthy baby، لو هو affected بن discard يعني بنتخلص. الهايبوثيسيس بتاع الموضوع ايه؟ use of this technology is hypothesized to as an alternative to conventional BND.
يعني حضرتك عايزين يبقى بديل للبرينيتال دياجنوزس to stop the need to terminate of an affecting ongoing pregnancy. يعني هو already البريجنسي بيبقى شغال. انت لو عملت البي جي دي او البي جي تي before حضرتك عرفت ان البيبي ده affected مش ضروري يبقى هيكمل معانا البريجنسي عادي جدا. رقم 2 increase the success of infertility treatment زي في البي جي تي اي اللي هي البي جي تي انيبلويد. الحاجة التالتة انك تعمل حاجة اسمها enabled single embryo transfer عشان تتجنب مشاكل المالتيبل بريجنسيز. الايثيكال كونسيدريشنز البي جي تي اذا كونتروفيرسيال بروسيجر. ليه بقى؟ لان في بعض البلدان بيعتبروا ان دي حاجه ان ايثيكال انك تو سيلكت امبريو اون ذير جينيتيك اور كروموسومال اناليسيس. الحاجه الثانيه اتس نوت الاود ان سام كانتريز زي مثلا في جرماني هم they not allowed البي جي تي لكن allow البي ان دي. The BGT for family balancing is not a legal practice in some countries. يعني sex selection. يعني في عائلات بيحبوا الولاد كلهم عايزين يجيبوا ولاد. فانت حضرتك كده بتفضل نوع. Historical view. الموضوع بدأ من 1890 تقريبا كان في والتر هيبس experiments. نجحوا ان هم يعملوا embryo transfer في البلجيان هارد رابتس اللي هي الارانب البرية. سنة 1967 عملوا ستيننج للرابت بلاست سيست 6 كروماتين. في اواخر الثمانينات كان البي جي دي اوريدي ديفلوبد از ان الترناتيف تو برينيتال دايجنوزس. في 1990 كان تقريبا فيرست بيبي باي يوزنج البي جي دي. كان لتو كابلز كان عندهم مشكله ان هم كان عندهم اكس لينك ديزيز اي ثينك انه كان سيستيك فايبروزس. في 2004 كان تقريبا 1000 تشايلد اتولدوا بالجينيتك سكريننج. في 2010 كان تقريبا الرقم وصل 10000. في 2012 كان الرقم وصل 27630 اي في اف سايكلز بالبي جي تي تيستينج. كات ريبورت التايبس. في عندنا دياجنوستيك وسكريننج. الدياجنوستيك اللي هو البري جي تي ام والبي جي تي اس ار اللي هو البري امبلانتيشن جينيتك تيستينج فور مونوجينيك ديس اوردرز or pre-implantation genetic testing for structural rearrangements. The screening of BGTA اللي هو عليه debate اللي هو عليه خلاف كتير جدا. BGTM the goal of the BGTM is to establish a pregnancy that is unaffected by specific genetic characteristics such as known heritable genetic mutations carried by one or both biological parents. يعني انت الفكره من BGTM ان حضرتك عايز يبقى في pregnancy ما فيهوش اي single gene disorder او بولوجينيك disorders زي مثلا ايه زي cystic fibrosis زي الهيموفيلياز اللي هو الاكس لينكد زي autosomal dominant او autosomal recessive. يعني البي جي تي اس ار the goal of the بي جي تي اس ار is to establish pregnancy that is unaffected by structural chromosomal abnormality. يعني ايه زي الانفيرشن زي translocation deletion or duplication and so. البي جي تي اي ده كان زمان بيسموه البي جي البي جي اس اللي هو البري امبلانتيشن جينيتك سكريننج. The goal is to identify embryos with aneuploids in a couple that presume to be chromosomally normal. يعني البي جي تي اي حضرتك ده بيبقى عباره عن ان انت حضرتك بتعمل سكريننج لكل الامبريوز لزوج وزوجه ما عندهمش اي مشكله اصلا. لكن البي جي دي اللي هو الدياجنوستيك عندك الزوج والزوجه عند واحد منهم مشكله بوث كابلز او الاثنين عندهم مشاكل فبتعمل بي جي دي علشان تدياجنوز ال ان افكتد امبريوز تقدر تنقله اللي هو افكتد ما تنقله. البي جي دي زي ما قلنا اذا تيستينج اوف امبريوز فور سبيسيفيك جينيتيك ابنورمالز نون تو اكزيست ان وان اور بوث بيرنتس زي ما قلنا في واحد او الاثنين. الكانديدس فور بي جي تي ام couples known to be at increased risk of offspring with a specific gene disorder the cystic fibrosis sickle cell disease Duchenne myopathy and so couples who wish to give birth to a child with a compatible holotype for stem cell therapy of a sibling بنسميها severe child او severe sibling وده هيبقى ليه محاضره ثانيه. الهلا اللي هي human leukocyte antigen. الفكره من دي في ايه ان حضرتك بتختار جنين الجنين ده يكون متوافق مع بيبي تشايلد عايش موجود معاهم تقريبا. التشايلد ده بيبقى افكتد بديزيز ما بتقدر تعالجه بالستيم سيل ثيرابي من البيبي اللي هيجي بعد كده.
couples who wish to avoid sex-linked disorders in offspring. Also for the mitochondrial mutations or disorders. The use of the BGTM is to select embryos at risk for inherited cancer syndromes. يعني زي مثلا يعني familial adenomatous polyposis أو ovarian cancer أو breast cancer. في حاجات بيبقى فيها ethical و legal issues عليها controversy زي مثلا sex selection for the purpose of the family balancing. الهالا ماتشنج فور ذا بيربسز اوف كرييتنج ا تيشو دونر اللي بيسموه سيفر تشايلد وده عليه برضه ديبيت عليه كونتروفيرسال من الناحيه الايثيكالي والناحيه الليجال. الكانديدز فور بي جي تي اس ار يبقى احنا كده خدنا البي جي تي ام. البي جي تي اس ار اللي هو ستراكشر ريارينجمنت عندك الكابلز وذ ترانسلوكيشن ات ريسك اوف ريكرنت بريجننسي لوسز يعني بيحصل كذا مره بريجننسي لوسز خلي بالك ان في 2-4% اوف كابلز اكسبيرينسينج ريكرنت لوسز will have one partner with an identifiable balance translocation as a potential cause of loss. يعني العينة تقريبا من 2-4% بيسقطوا عندهم pregnancy losses كل مرة. بيبقى في مشكلة بيبقى في balance translocation حصل في الكروموسومز اللي هو ال structure rearrangement. Candidates for BGT for BGTA. احنا قلنا BGTA بيتعمل على parents normal karyotypes. زي ما قلنا there is insufficient evidence for efficiency. بيعتبروه ان هو controversial still controversial هو مش بيعتبروه هو still controversial بالفعل. Indications اول حاجه ال advanced maternal age repeated implantation recurrent pregnancy losses severe male factors it's also used to improve embryo selection and elective single embryo transfer cycles. التكنيك اول حاجه بالنسبه لنا في بايوبسي تايب وفي جينيتك اناليسيس. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن البايوبسي تايب وهنأجل الجينيتك اناليسيس على البارت 2. البايوبسي تايب بالنسبه لنا في بولر بادي بايوبسي، في كليفج ستيج بايوبسي، في بلس سيست بايوبسي. هنتكلم فيها البولر بادي. البولر بادي ده عباره عن باي برودكت اوف سيل ديفيجن. ده حضرتك بيمثل الجينيتك كومبوزيشن اوف ذا اوسايت، يعني ملوش علاقه بالسبيرم، يعني حضرتك بتعمل دلوقتي جينيتك اناليسيس للاوسايت اللي موجوده عندك. البولر بوديز can be removed simultaneously or sequentially. قدام حضرتك في الصوره الاولانيه دي في 1 بولر بادي ده دي 0 اللي هي مرحله الاوفن بيك اب. حضرتك عملت اوفن بيك اب دلوقتي وعملت دينيديشن هتلاقي البولر بادي ده موجود فوق اللي هي الام 2 تقدر تاخده في اول يوم وتقدر تيجي ثاني يوم تاخد البولر السكند بولر بادي او ده اسمه ايه اللي هو السيكوينشال. السيمتينيس بقى بتيجي حضرتك دي 1 اللي هو بتتشيك فيه الفيرتلايزيشن اللي هو بعد 18 ساعه من الاكسي بتقدر تسحب التو بولر بس حضرتك مش بتبقى عارف انهي واحد فيهم كان الفيرست فده بيعمل مشكله برضه في الجينيتك ده. ايه هي الادفانتج بتاعته؟ It can be performed soon after oocyte retrieval يعني حضرتك ممكن تعمله بعد ما تقدر ما تعمل او بي يو اللي هو الاوفن بيك اب. الريزلت بتبقى افيلابل بالتالي حضرتك تقدر تعمل فريش امبريو ترانسفير. There is no apparent effect on fertilization rate or embryo development يعني هو مش بيأثر على الفيرتلايزيشن ريت ولا الامبريو ديفلوبمنت. وبرضه ليس انفيسيف ليه؟ لان البولر بادي دونت ميك ا فيزيكال كونتريبيوشن تو ذا امبريو هو اوريدي بره الاولمبا يعني موجود في البيريفيتال لاين سبيس ملوش علاقه بالامبريو. الديس ادفانتج مشكلته انه بيديتكت الماتيرنال ايرورز اونلي. ذا اوسايت ماست ايذر بي فيرتلايزد اور كراي بريزيرفد بيفور الريزلت اوف بولر بادي بايوبسي يعني حضرتك خدت البايوبسي النهارده من الاوسايت يا اما تفريز يا اما تفرتلايز. لو حضرتك عملت فرتلايزيشن ده كوست. لو عملت فريز برضه ده كوست. خلي بال حضرتك انك بتاخد من كل اوسايت عينتين. اتنين بولر بادي. البولر بادي بيبسي مي دياجنوز امايوتيك ان ابلايد افتر ميز 1 ذات جوز اون سيلف كوركشن افتر ميز 2. ده فايده ان حضرتك لما تاخدهم سيكونشال. تاخد النهارده البولر بادي الاولاني وتاني يوم البولر بادي الثاني لانه لو في جينيتك ابنورماليتي في الافتر ميوزس 1 هتقدر تو بي ديتكتد. يعني قلنا انه كوستي لان كل 10 اوسايت مثلا يعني الاوسايت الواحده بتعملها 2 جينيتك اناليز يبقى ال 10 تعمل له 20 فتايم كونسيومنج للامبريولوجيكال تيم. باي اتنشن بليز. البولر بادي از ذا ليست يوزد تكنيك ناو دايز. ليه بقى؟ لانه ليست predictive of reproductive potential than other approaches. زي ما قلنا ان هو بيعبر عن الاوسايتس اونلي. البيبر دي
دي randomized controlled multicentric study. دي كانت funded by the European Society اللي هو القشري في 2018. بتقول ايه البيبر دي على البولر بادي؟ بتقول ان البي جي تي اي performed with the polar body biopsy will not increase the live birth rate. زي ما قلنا ان هو is the least technique used nowadays. يعني هو تقريبا استخدام قليل. رقم 2 بالنسبه لنا في البيوبسي الكليفج ستيج بيوبسي. الكليفج ستيج يعني حضرتك بتستخدم داي 3 كليفج ستيج، بناخد من خلال خليتين من الستة لثمان خلايا اللي موجودين في الداي 3. الميثود اوف ذا زونا دريلنج، حضرتك بتفتح الزونه ازاي؟ يا اما كيميكال بالاسيد تايرودز اور باي ذا ليزر. الليزر هو اكتر حاجه بنشتغل بيها دلوقتي في الحالات بتاعه الكليفج. زي ما احنا شايفين في الصورتين ان في الصوره الاي ده الكليفج ستيج، في الصوره بي واحنا بناخد الخليه بنسحب البلاستومي فروم ذا امبريو. الادفانتجز، انت حضرتك بتاخد السامبل من مين؟ من الامبريو المره دي. المره اللي فاتت كنت بتاخدها من الاوسايت، في البولر بادي بتاخدها حضرتك من الاوسايت مش من امبريو. امبريو يعني عندك سبيرم واوسايت، الاوسايت مفيش سبيرم، فبالتالي دي بتبقى مور ريبريزنتيتيف اوف ذا كروموسومال كونتنت. الديس ادفانتجز، اول حاجه بتبقى ليميتد لوان اور تو سيلز، يعني هتاخد خليه وخليتين. طب وباقي الخلايا؟ الموسايسيزم، الموسايسيزم في الكليفج ستيج بيبقى عالي جدا، يعني بيوصل اب تو 50% تقريبا. موسايسيزم يعني تو سيل لاينز، يعني حضرتك عندك نوعين من الخلايا جوه الامبريو. It can negatively affect embryo viability and implantation، يعني حضرتك الخليه او الخليتين اللي اخدتهم بيأثروا على الفيابيلتي اوف ذا امبريو، وكذلك الامر على البلاست بايوبسي اللي بيعتبروها ذا بيست nowadays. دي بتتعمل في داي 5 اور داي 6 افتر فيرتلايزيشن. البلاست بيكونتين تقريبا 100 سيلز. الميثود تو اوبتين الجينيتك ماتيريال يا اما الليزر او الاسيد تايرول تايرودز او شوربند جلاس ميدي. بناخد تقريبا من 5 ل 8 او 5 ل 10 سيلز ريموفد من التروفوبتيدرم. التروفوبتيدرم اللي هو بيكون البلاسينتا فيما بعد، وده احيانا بيبقى فيه مشكله. البلاست ستيج زي ما احنا شايفين حضراتكم الصوره ا بيبقى قدامنا الامبريو ابتدى يبقى هاتشد. هاتشد يعني جزء منه ابتدى يخرج بره الزونه، وده بيحصل بعد الزونه دريلنج او سوري بعد ما نعمل ما نفتح في الزونه فتحه صغيره عن طريق الليزر، وده بنعمله تقريبا في اليوم الثالث. زي ما احنا شايفين بنيجي بياخد باي ذا ليزر عينه من التروفوكتيدرم بتاخد بتبقى تقريبا من 5 ل 10 سيلز. الادفانتجز بالنسبه لنا there is no adverse impact on embryo implantation or viability، يعني هو مش بيأثر على الامبلانتيشن او الفيابيلتي. اقل في الموسايسيز. ليه؟ لان هو لو البيبي ده في مشكله موزايك، البيبي ده في انيبلويد عالي، بيقف البروجريس بتاعه، بيبقى بيحصل له اريست عند مرحله معينه بيقف مش بيكمل از بلاست سيست. انت بتاخد عدد كتير من الخلايا مرسل تو انالايز، بالتالي الدياجنوز بيبقى مور اكيوريت. عدد الاجنه اللي بتوصل للبوست تقريبا من 25 ل 50% من الاجنه، فبالتالي بتقلل الكلفه بيبقى مور تشيبر. البلاست ترانسفير اذا ميثود اوف امبريو سيلكشن، البلاست نفسه ده ميثود اوف سيلكشن. كون ان الجنين بيديفلوب لمرحله البلاست ستيج ده موستلي جود امبريو. الديس ادفانتج، اول حاجه بتبقى ليميتيشن تو فريش امبريو ترانسفير. رقم 2 الكروموسومال ميك اب اوف ذا تروفوكتيدرم مي نوت بي ريبريزنتيف ذا انر سيل ماس في حوالي 4% من الحالات. احنا قلنا بناخد من التروفوكتيدرم مش بنيجي عند الانر سيل ماس، فتقريبا في 4% من الحالات اتس نوت ريبريزنتيف. الموسايسيزم برضه موجوده، يبقى قلنا الليميتيشن للفريش يعني انت غالبا بتنقل في الاجنه المجمده. وان شاء الله عز وجل نكمل بارت 2 في المحاضره اللي بعد كده. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.